مرحبا الطلاب، أتمنى تكونون بخير بمحاضرة جديدة من سلسلة محاضرات المودرن ورك ستيشن اللي إلكترونيا نقدم المحاضرات. آخر فيديو قلنا بها إنه عندنا خاصية أخرى بداخل الويندوز اللي هي بيتلوكر. بيتلوكر وظيفته هي درايف إنكريبشن، ليسوي عملية تشفير أو ليحمي بياناتنا اللي موجود داخل أي درايف أو داخل بارتيشنات اللي موجودة على نظام الويندوز. مثلا ممكن نطبق البيتلوكر على بارتيشن E, D, C, F أو أي بارتيشن آخر كان، وفعلا إحنا سوينا تطبيق العملي على قفل بارتيشن E. جميع الخطوات موجودة في الفيديو اللي قبل هذا، تقدرون تراجعونها وتعرفون تفاصيل التطبيق العملي شلون راح تكون. إضافة لهذا، أي سؤال أي استفسار عندكم تقدرون تكتبونها في حال إنه التطبيق العملي أو أسئلة النظري ما كانت واضحة بالنسبة لكم. طيب، بمحاضرة اليوم راح نجي نطبق بعض التفاصيل اللي موجودة على بيتلوكر. يعني مثل شنو؟ طبعاً خطوات التنفيذ ويندوز 7 أو ويندوز 10 هي نفس الشيء، لكن مهم خلينا نرجع افتح الصورة. لكن مهم إنه نوع الويندوز يا أما تكون إنتربرايز يا أما تكون ألتيميت، حتى خاصية البيتلوكر يكون بيه متوفر. طيب، خلينا نرجع لماي كمبيوتر، نقدر من هنا أو مباشرة على الشاشة. إحنا قفلنا بارتيشن E، تمام. هسه خلونا نفتح نحاول نفتح البارتيشن. اكو بعض الخواص، احنا راح نشوف شنو هاي الخواص اللي موجوده به، كل خاصيه شنو فائدتها. اضافه، في حال انه احنا نسينا رمز الدخول او نسينا الباسورد اللي موجوده على هذا البارتيشن، شلون ممكن نسوي عمليه الريسيت اللي بالفيديو السابق قلنا بها انه كل بارتيشن من اقفلها راح يعطيني ريكوفري كي، وحفظنا ريكوفري كي بالدوكومنت اتصور سميناه مال بيتلوكر، اي بيتلوكر فايل كي. هذه الملف كان عبارة عن بي كي بمفتاح، في حال نسيت الرمز ممكن استفاد من هذه الرمز او هاي الكي اللي موجود بداخل الملف اللي احنا راح نسوي له سيف من نبدي نطبق عملية البيتلوكر. تقدرون تاخذوا له صورة هاي الكي، كل ما انتم يعني هذا الكي مو ثابت، اول مرة يعطيني هذا المفتاح، ثاني مرة يعطيني غير مفتاح، حاسبتي راح يكون بي فد ريكوفري كي، اما حاسباتكم انتم كل شخص راح يكون بي ريكوفري كي خاص بي. كل ما نطفي ونشغل البيتلوكر الكي راح يصير مفتاح جديد، يعني مو ماكو شيء اسمه انه ريكوفري كي ثابت. احنا اذا نشبهها بهذه الخاصيه شبهناها بالخاصيه ريسيت باسورد اللي موجوده على فيسبوك وعلى انستغرام. همينا في حال ننسى رمز الدخول الخاص بنا على الفيسبوك او على الانستغرام، احنا نقدر نسوي عمليه ريسيت الباسورد عن طريق رقم الموبايل اللي احنا مخلينه بالحساب، وبعدين راح يجينا الرمز على الموبايل يقول انه رمز التأكيد هذا بالفيسبوك او بالانستغرام. ندخل رمز التأكيد وراح احنا نقدر نسوي عملية ريسيت الباسورد او اعادة كتابة باسورد جديد. خلونا نجرب انه احنا نسينا الباسورد، شنو راح يكون الاجراءات في حال انه احنا نسينا الباسورد. اول شيء راح نسوي انلوك درايف او دبل كليك او رايت كليك، نختار انلوك درايف. انا راح اسوي دبل كليك حتى مباشرة يفتح لي اياها. هنا مكتوب مور اوبشن، تمام. هنا ايش مكتوب؟ مثلا خلي نكتب الباسورد اكثر من مرة، او خلي نكتب باسورد غلط راح اعيده مرة ثانية. اذا تركزون the password entered is incorrect، يعني الباسورد اللي احنا مدخليها غلط. طيب، هنا ايش مكتوب جوا؟ انتر ريكوفري كي، يعني دخلي ريكوفري كي حتى اقدر اسوي عملية ريسيت الباسورد. راح نسوي انتر ريكوفري كي. الكي مالتنا وين موجود؟ نجي ناخذ كوبي خليه هنا. طيب، احنا وين خلينا الكي؟ خليناها بالدوكومنت، تمام. وين حفظتها؟ بملف بيتلوكر فايل كي. اجي افتحها، بعدين هو هذا ريكوفري كي كاملة، فقط راح اخذ له كوبي، يعني احدد بيه، بعدين رايت كليك اختار كوبي.
نرجع هنا لل عفوا نرجع هنا لل للماي كمبيوتر، ارجع افتح هذا، بعدين انتر ريكوفري كي. هنا راح نجي نسوي عملية البيست. اذا ما صار عن طريق الماوس تقدرون عن طريق الكيبورد كنترول في تسوون بيست. هسه دخلنا ريكوفري كي، بعدين راح نعطي انلوك، راح نشوف شو يصير. هنا افتح لي اياها، تمام. هسه البارتيشن مفتوح وانا اقدر اشوف التفاصيل الموجودة بداخلها. طيب هاي اول شيء. هسه انا احتاج اخلي له باسورد جديد، لان بهاي الحالة الباسورد القديم انفتح. بس في حال انه صار رجعنا قفلنا البارتيشن، يعني مثلا سديت البارتيشن، سويت ريستارت للحاسبة، سويت لك شت داون، بعدين سويت لك تشغيل، هنا يرجع يطلب من عندي باسورد واني ناسيته. بما انه هسه فتحتها عن طريق ريكوفري كي، اقدر اسوي اخلي له باسورد جديد، او اقدر اساسا الغي عملية وجود باسورد. طيب راح نسوي رايت كليك ونختار. هالمرة راح اشوف اذا اسوي رايت كليك على البارتيشن راح اشوف ما باقي عندي تيرن اون. هسه مثلا انا هنا ما عندي البتلوكر، ما متفعل البتلوكر، مكتوب تيرن اون بتلوكر. بارتيشن سي نفس الشيء، بارتيشن اف نفس الشيء، تيرن اون بتلوكر. لكن بارتيشن اي بما انه موجود على البتلوكر، فهنا ايش راح اسوي؟ واحنا فتحناها همينا، يعني صاير العملية فتح و استفاد من ملفات اللي موجودة داخل بارتشن، نقدر نستفاد من عدة ونشوفها، نسوي لكات كوبي أو نشتغل عليه أو أي غرض كان. لكن قصدي شنو هنا؟ قصدي إنه البتلوكر حاليا مفتوح، لكن مثل ما قلت إنه الباسورد اللي عليه صاير يعني إحنا نسيناه، سوينا له ريسيت عن طريق ريكوفري كي. طيب هسه أريد أخلي له باسورد جديد أو أغير باسوردي، بهاي الحالة إيش راح أسوي؟ رايت كليك، كليك يمين اسوي، بعدين اروح على مانج بتلوكر. من سوي كليك على مانج بتلوكر هسه راح يفتح لي صفحه. شو مكتوب؟ اول شيء باك اب يور ريكفري كي، يعني مثلا هذا الريكفري كي اللي احنا كانت عندنا، عفوا هذا الريكفري كي اللي احنا كان عندنا، خلينا نفترض نسينا الملف او اريد اسوي له ريكفري كي جديد، راح اختار باك اب ريكفري كي. نسوي كليك، ارجع اسوي له سيف تو فايل، ارجع من اول وجديد، ينطيني ريكفري كي جديد وارجع احفظه مثل ما حفظنا النوع الاول. بس هذا الشيء في حال مثلا انه انتم ما بقى عندكم الملف، بس تعرفون الباسورد تفتحونها حتى هاي الخاصيات تكون متوفره عندكم. او مثلا في حال الريكفري كي صار شير ويا شخص اخر، او ما تعرف مكانه وين، بس انت تعرف تفتح البارتيشن وتشوف تفاصيله، فتقدرون تسوون له باك اب ريكفري كي تحفظون مره ثانيه. انا عندي تشينج باسورد ريموف باسورد، يعني مثلا الغي خاصيه وجود باسورد، لكن هنا دا يقول لي بتلوكر درايف انكريبشن، هذا الشيء ما دا يقبلها. ليش؟ لانه اساسا بتلوكر من اخلي بتلوكر على اي بارتشن هو ضروري انه يكون عنده رمز للدخول او باسورد. بس نقدر نجرب تشينج باسورد. هنا ايش مكتوب؟ اولد باسورد، تمام. هنا نيو باسورد، كونفيرم نيو باسورد. احنا قلنا ناسين الاولد باسورد، عفوا اذا كنتوا تتذكرونها تكتبون باسورد القديم، بعدين باسورد جديد، ترجعون تكتبون مره لاخ باسورد جديد. لكن في حال انه احنا نسيناها، ناسين الباسورد، نسوي عملية الريسيت. ادخل انتريور باسورد، انتريور ري انتريور باسورد. اول شيء راح نخلي باسورد جديد، هنا ارجع كتابته، اذا كان اكو غلط بالباسورد راح يقول لي انه غلط موجود، بعدين راح نعطي فينيش، يقول لي انه الباسورد تغير. طيب عندي خاصية الاخ اللي هو turn on auto unlock و added smart card، راح يشتغلون في حالة. اول شيء هنا خلني نسوي عليه كليك. ايش مكتوب؟ no smart card was dedicated، insert your smart card and try again. اول شيء لازم يكون عندي smart card ومسوي له insert على الحاسبة اقدر استفاد من هاي الخاصية. طيب هاي بالنسبة للأوبشنات اللي موجودة على تطبيق البتلوكر، في حال إنه إحنا ردنا مثلا غير باسورد، أو مثلا كان عندي باسورد وأني نسيت شنو الباسورد اللي مخليته على البارتيشن،
فنقدر نستفاد من هاي التفاصيل، منها مثلاً رايت كليك بنروح على مانج، بعدين نتحكم بالتفاصيل اللي موجودة. خلينا نرجع نفتحها، رايت كليك مانج بلوكر. هنا راح أشوف عندي تفاصيل مثلاً، مرة لاخ أرجع أحفظ ريكوفري كي، بعدين ممكن أمسح الباسورد، ممكن أسوي change password، ممكن أضيف smart card في حال كان متوفر، بعدين عندي خاصية turn off بلوكر اللي بالفيديو الجاي راح نشوفه إن شاء الله. change password قلنا بي نفس الشيء، ممكن أكتب password القديم، بعدين password الجديد، بعدين أكد على password الجديد، لكن reset forgotten password في حال نواني كنت ناسي password، ناسي باسورد القديم وعن طريق ريكوفري كي قدرت افتح البارتيشن، فبهاي الحاله انا احتاج انه اكتب باسورد من اول وجديد. وطبعا مثل ما طبقنا الخطوات اللي شرحتها بهاي الفيديو راح يكون مطلوب من عندكم من تطبيق جانب العملي. اول شيء مثلا راح يكون عندنا هناك سؤالين. السؤال الاول بالفيديو كتبنا شلون نقدر بالفيديو الاول شلون ممكن نطبق بيتلوكر على partition A أو drive A. هنا راح نقول مثلا using recovery using recovery key to unlock مثلا هنا هاي partition اللي احنا قفلناها to unlock. هنا نكتب انه السؤال الاول احنا طبقنا البيت لوكر على بارتشن اي، بالسؤال الثاني راح نقول باستخدام ريكوفري كي سو انلوك للبيت لوكر اللي موجود على بارتشن اي، يعني احنا مخلين عليه باسورد وناسينه، عن طريق ريكوفري كي راح نسوي له انلوك او ما نسميها بالالغاء القفل او ما نسميها بالفتح البارتشن. هذا السؤال. ممكن هنا نبدي سؤال اخر يكون عندنا، نطلب مثلا في حال تمام، في حال انه باسورد القديم احنا نسيناها، ايش راح اسوي؟ الخطوات التطبيق العملي كيف ممكن اغير الباسورد بما انه انا ما اتذكر باسورد القديم. احنا قلنا هنا اذا نرجع للشرح تطبيق عفوا تطبيق المتلوكر، قلنا مكتوب change password، من نفتح change password عندنا reset a forgotten password. هنا نرجع نعيد تفاصيل الباسورد جديد. إضافة هذا الشيء مثلا إذا أريد أضيف سمارت كارد، قلنا كيفية إضافة سمارت كارد همينة لازم أن يكون متوفر، بعدين نسوي له إنسيرت على الجهاز. هاي التفاصيل كأسئلة عملية إنه شلون نطبقها الأب لوكر عفوا بيت لوكر على أي بارتشن. أما السؤال الثاني إنه إحنا كيف ممكن عن طريق ريكوفري كي نسوي أنلوك، أو كيف ممكن نحفظ ريكوفري كي جديد. كل هاي التفاصيل ذكرناها. أي سؤال أي استفسار عندكم، أي نقطة ما فهمتوها، رجاء اكتبوها بالتعليقات حتى نقدر نعيد الشرح أو حتى نقدر نجاوب على أسئلتكم. شكرا.